بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطالبات والطلاب في التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية المستوى الثامن إدارة أعمال، أهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء رقم 21 في مادة اتجاهات حديثة في الإدارة 444 دار. في اللقاء الماضي اللقاء رقم 20 اتكلمنا عن وسائل تنمية الإبداع والابتكار لدى الأفراد ولدى المنظمة. بقي جزء صغير، جزء بسيط يتبع اللقاء الماضي نختم به كلامنا في اللقاء الماضي، متعلق بالابتكار، وهو إيه؟ إن في عندنا حاجة اسمها ابتكار جذري وحاجة اسمها تحسين مستمر. إيش الفرق بين الاتنين؟ الابتكار الجذري والتحسين المستمر، وأيهما أنسب بالنسبة لنا؟ الابتكار الجذري بيتم فيه ابتكار منتج، سواء كان بقى المنتج سلعة أو خدمة، من الصفر، من البداية. يعني زي مثلا أول نسخة من الجوال، ده ابتكار جذري. أمال الوقت ما يطلع آيفون 4 و5 ومش عارف، ده بقى تحسين، لأن هو أصلا موجود فبندخل عليه إضافات وتحسينات. أما الابتكار الجذري حاجة بتبدأ من الصفر، حاجة من عدم تتوجد. جهاز الكمبيوتر قبل مثلا 50 سنة لم يكن موجودا، بعدين تم ابتكاره، ابتكار جذري. لما بيحدث تطوير دلوقتي في أجهزة الكمبيوتر واللابتوب وخلافه، ده اسمه تحسين مستمر. فالابتكار الجذري حاجة تبدأ من الصفر، مخترع يبدأ من الصفر. خلي بالك مش هيبدأ من فراغ، ده برضو يعني ايه، هتجد ان الدول المتقدمة فرصتها اكبر في الوصول للابتكارات الجذرية من الدول النامية. ليه؟ لأن هي عندها قاعدة تكنولوجية موجودة بتنطلق منها. لكن احنا لو حبينا نعمل ابتكار جذري، براءة اختراع كده للشيء ونبدأ من الصفر، فرصتنا مش هقول صفر، بس فرصة أقل. لكن بالطموح نقدر نوصل بإذن الله. معظم الابتكارات الجذرية جاية من الغرب، مش جاية من اليابان. معظم الابتكارات الجذرية تيجي من أمريكا ومن دول أوروبا، يبتكروا الحاجة من الصفر. طبعا الابتكار الجذري هو سمة الدول القائدة، وكمان سمة المنظمات القائدة. واحنا أشرنا في اللقاء الماضي إلى القائد الابتكاري، وفي المقلد الابتكاري، وفي المقلد الاستنساخي. فالقائد الابتكاري هو دايما اللي بيطلع الابتكارات الجذرية، ده بيجني أرباح طائلة، بس في المقابل ما في شيء مجانا، بيتعرض لمخاطر طائلة. زي إيه؟ بينفق تكاليف ضخمة عشان يصل لهذا الابتكار الجذري، وبعدين ممكن يروح منه وقت طويل ما بين إن هو وصل للفكرة وهيبدأ بقى التنفيذ. بقى لو في واحد سرب الفكرة، يبقى هم صرفوا كتير عليها، ويجي واحد تاني او شركة تانية او بلد تانية تقوم تقلد، يروح على القائد الابتكاري، يروح عليه، يعني ممكن يروح فيها او يضيع فيها. فعلى قدر ما الابتكار الجذري بيجيب عوائد ضخمة للدول وللشركات، إلا إن له مخاطر أيضا ضخمة. بس لما بتنجح خلاص بتتنقل نقلة نوعية بالغة. والمثال على ذلك طبعا شوف الشركات الأمريكية والقوية اللي موجودة في أمريكا، كل شركة بتحقق دخل قد يعادل ميزانية إحدى الدول، شركة واحدة بس. اليابان بقى بتتجه للفكرة التانية اللي هو التحسين المستمر،
وايه هو التحسين المستمر؟ التحسين المستمر ان بتاخد المنتج يتفكك وتدخل عليه تحسينات تدريجية. طبعا معظم شركات اليابان ومعظم شركات كوريا والصين وكتير من الدول في جنوب شرق آسيا بيعتمدوا هذا المنهج، عكس أمريكا بتميل إلى الابتكار الجذري. اليابان بتفضل التحسين التدريجي. وزي ما قلت لكم في لقاء سابق إن قبل كده كان منتجات اليابان لما يقول لك ميد إن جابان كان بيعني إن المنتج مقلد. اليابان النهارده بتاخد الابتكار وتفككه ومش تقلده، لأ تضيف عليه، تقوم تسبق القائد الابتكاري، تسبقه، ودي أحد المخاطر اللي بتهدد القائد الابتكاري. لكن هم اليابانيين عندهم قناعة بأن التحسين المستمر هو أفضل شيء. يعني ياخد نسخة المنتج، النسخة التالية بعد شهر ولا اتنين يضيف عليها حاجة، شهر ولا اتنين ولا تلات يضيف وظيفة جديدة. وأظن حضراتكم عارفين الجوالات أول ما طلعت والنهاردة الجوال فيه إيه؟ كان الجوال أول ما طلع يا دوب أنت تتكلم بس، تتكلم وتستقبل. النهاردة الجوال يعني جهاز إلكتروني متنقل معاك بكل مصالحك موجودة في داخل الجوال، ودي كلها تحسينات بقى مستمرة. لكن النسخة الأولى منه كانت تعتبر إيه؟ تعتبر ابتكار جذري، لأن النسخة الأولى منه كانت بادئة من الصفر. إيه اللي لائم الدول العربية؟ اللي لائمنا في المملكة إيه وفي بقية دولنا العربية؟ ما يلائمنا هو التحسين التدريجي، لأن الابتكار الجذري ده محتاج إمكانات وتكنولوجيا وقاعدة صناعية ضخمة، وهي غير متوفرة عندنا في الوقت الحالي. ثم إن اليابان وكوريا ماشيين على التحسين التدريجي وما شاء الله عاملين يعني شغل محترم وبيحققوا عوائد ضخمة في السوق العالمية. لكن إحنا يناسبنا إيه؟ تحسين تدريجي. ومش لازم أعمل يعني أدخل في كل المنتجات، أنا ممكن أركز على بعض المنتجات اللي هي يعني اللي لها عوائد كبيرة قوي، أو إني بدفع فلوس كتير علشان أستوردها من خارج المملكة، وأركز عليها وأنتجها عندي وأعمل فيها تحسين تدريجي لغاية ما نصل في وقت يبقى عندنا تكنولوجيا خاصة بينا، بقى في تكنولوجيا خاصة بينا ونقدر ان احنا ننطلق من خلالها، يعني نعمل قاعدة تكنولوجية ننطلق بقى من خلالها وندخل بقى في مصاف الدول المتقدمة. مش عاوزين نفضل يعني في يعني تابعين كده لغاية امتى؟ لكن هو بيعاب على التحسين المستمر، يعاب عليه ايه؟ ان اللي بيعمل تحسين مستمر صعب ان يبقى قائد للسوق، صعب ان يبقى قائد للسوق لانه هيفضل درجة تانية. وماله؟ اما ابقى في درجة تانية احسن ما ابقى درجة 10. ما لا يدرك كله لا يترك كله، انا مش قادر ابقى درجة اولى لاني محتاج امكانات مهولة. فات مني الصف الاول ما يفوتش مني بقى، ما يفوت مني الصف الثالث. هذا هو التحسين المستمر. ندخل بقى على عناصر اللقاء رقم 21، اساليب التفكير، اساليب الابتكار على مستوى الجماعة، أساليب الابتكار الجماعي، يعني جماعة بتبدع وتفكر. في عدة أساليب، منها أسلوب اسمه أسلوب العصف الذهني. أكيد أنتوا سمعتوا على أسلوب العصف الذهني ده في أكتر من منهج. هبسطه كده في كلمتين. عصف ذهني يعني اضطراب شديد يصيب الدماغ. مش اضطراب يعني الواحد يتعب ويصدع ومش عارف إيه، لأ، ولكن إيه؟ يعني الواحد يقعد كده يركز، يعصر ذهنه، سكر جواله، يبعد عن كل الاتصالات الخارجية، يقعد يعصر في ذهنه عشان يطلع أفكار. في هذا العصف الذهني بيجلس من 6 ل 12 فرد، 6 ل 12 فرد يقعدوا مع بعض، بس مش أي أفراد برضه، ده أفراد بيتم إيه؟ بيتم انتقائهم. 6 ل 12 فرد تعرض عليهم مشكلة أو موقف، وبعدين يبدأوا اقتراحات. واحد يقف كده يمسك قلم وعلى السبوره كده وبعدين يأيد، ده اقتراحك ايه؟ اقتراحي كذا، اكتب، ده اقتراحك ايه كذا، اقتراحك ايه كذا. هنا مش بيتم مناقشه الاقتراحات، لا، هنا المطلوب تقديم اكبر قدر من الاقتراحات، التقييم في الاخر،
بعدين. وصاحبنا يقعد يسجل 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 الاقتراحات اللي بتأتي من الأفراد. هنا بقى الميزة إيه؟ لما واحد بيقدم اقتراح يقوم الاقتراح يحرك فكرة معينة عند زميله، يقوم زميله يقدم اقتراح مبني على اقتراح زميله الأول، ودي الفايدة إن هما بيقعدوا مع بعض لغاية ما ينتهي الوقت المحدد لجلسة العصف الذهني. يبدأ يتعمل إيه بقى؟ الأفكار اللي جت دي تتصنف كده مجموعات، أفكار خاصة بكذا 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 بكذا، وبعدين يتعمل لها كمان ترتيب، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ويتعمل لها بقى كمان إيه؟ غربلة، قد يكون فيها أحد المقترحات اللي هو صعب التنفيذ، محتاج تكنولوجيا مش موجودة، أو محتاج فلوس مش موجودة. فالأم إيه؟ لغاية ما نستقر على أفضل الإيه؟ الاقتراحات. طبعا في كل جلسة يعرض في كل جلسة يعرض موضوع واحد بس، مش نعرض 10 موضوعات، لا، موضوع واحد. نبغى موضوع تاني نحدد ميعاد لجلسة أخرى. هذا هو اسمه أسلوب العصف الذهني. في أسلوب تاني جميل قوي، 6-3-5، اسمه كده، اسمه 6-3-5، 6 أفراد. خلي بالك العصف الذهني من 6 ل 12، لكن أسلوب 6-3-5 كما يشير اسمه 6 أفراد بس، كل واحد منهم يقدم 3 أفكار خلال 5 دقائق. يبقى 5 دقائق 6 أفراد في 3 أفكار يطلع لي 18، 5 دقائق يطلع لي 18، طب 10 دقائق يطلع لي 36 فكرة، طب نص ساعة يطلع لي 108 فكر. يا خبر، 6 أفراد ممكن يقدموا لك 108 فكرة خلال نص ساعة. طبعا ده يعني لذلك مش بيتم كمان اختيار أي أفراد بقى، ده أنا بعرض موضوع في التسويق بجيب الناس بتوع التسويق، في الإنتاج بجيب الناس حق الإنتاج، مشكلة مثلا عامة أجيب واحد من هنا وواحد من هنا وواحد، يعني مش لازم يكون كلهم من إدارة واحدة ولا من قسم واحد، المهم يقعدوا ايه؟ يفكروا. مش لازم بقى ان هم يبقى تفكير مشترك، بس على الاقل قاعدين جنب بعض، مفيش مانع يتبادلوا الحديث، وانا بقول كذا وانا رايي كذا، يعني يبلوروا ممكن. لكن في الغالب كل واحد بيكتب افكاره بنفسه بيقدمها، بعد نص ساعه عندنا 108 فكره، اكيد ال 108 فكره مش كلها صالحه. تجد فيها افكار ما تسواش ريال تخلص منها. وافكار يعني ال 108 فكره دول لو طلع فيهم فكره واحده او اتنين متميزين، يا سلام كده تبص ايدك وش وظهر، يبقى كده جميل قوي قوي، وحققنا الايه؟ وحققنا الهدف. اسلوب ثالث اسمه اسلوب دلفاي. اسلوب دلفاي هو يعني مشابه للعصف الذهني، بس العصف الذهني قاعدين جنب بعض، لكن اسلوب دلفاي ده ناس قاعدين كل واحد في بلده، يعني قد تجد واحد في الرياض، واحد في الدمام، واحد في جدة، خبراء بيتم اختيارهم بالاسم، فلان 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 فلان، ونبعت لهم المشكلة او نبعت لهم الموقف اللي عاوزين ناخد قرار بشأنه، ونقول له لو سمحت ابعت لنا مقترحاتك، واحد تاني نقول له ابعت لنا مقترحاتك، واحد كمان ابعت لنا مقترحاتك، قد يكون 5 ولا مش مهم العدد، على حسب ما نشوف نغطي الموضوع. يعني يقوم كل واحد منهم يرسل اقتراحاته، بس مع ملاحظة، مفيش واحد منهم يعرف التاني، انت نفسك ما انتش معرف اي واحد بالاشخاص التانيين، لكن مفيش مانع انك تقول له ان انا بتبع اسلوب دلفاي، يعني اسلوب خبراء، يعني بعت لاكتر من واحد، بس مش هقول لك على الاسماء. تجي لك بقى الافكار، كل واحد يبعت لك افكار، تقوم سعادتك تعمل ايه؟ تقوم كاتب الافكار في ورقة واحدة ومصور منها كذا نسخة، وتبعت لهم تقول لهم لو سمحتم اتفضل ادي ورقة بالافكار اللي جت من سعادتك واللي جت من الاخرين، وقول لنا ايه رأيك فيها، احذف، ضيف، عدل. كل واحد يخلص وبعت لك الافكار. اذا انت لقيت حاجات جديدة مفيش مانع انك تكرر المحاولة مرة تانية، تقوم كاتب كل الافكار الحلول اللي جات لك، وتقوم ترسلها لهم مرة تانية ومرة ثالثة ويمكن مرة رابعة، لغايه ما تجد ان خلاص
يعني جالك الموضوع اتغطى من كافة جوانبه، مفيش مانع بعد كده بقى تقول لهم، تقول له يا فلان احنا سعدنا بانك كنت معانا كخبير، وكان معاك اشترك معاك فلان وفلان وفلان، وتبعت لهم خطابات ايه؟ خطابات شكر. ده اسمه اسلوب للفرد. في اسلوب رابع اسمه القبعات الستة للتفكير. القبعات الستة للتفكير ست ألوان، ست ألوان. هنا بقى المدير عامل اجتماع عشان يناقش قضية معينة، يقوم في قبعات، قبعات اللي هي بتلبس على الرأس، قبعات، يقوم الست، يقوم الأشخاص المجتمعين يلبسوا على رؤوسهم القبعة باللون الحاجة اللي هتتناقش. مثلا يبغوا يناقشوا موضوع مفيش فيه عواطف، زي ايه؟ ابن مدير الشركة متقدم للوظيفة، ابن مدير الشركة متقدم للوظيفة، من المفترض ان او من المحتمل ان يتم مجاملته، فاحنا عاوزين نناقش القضية دي. يقوم يلبسهم القبعة البيضاء ويدخلهم الاجتماع ويقولهم لو ابن مدير الشركة وظفناه اخترناه هنتعرض لكذا وكذا 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 وكذا، بس له جوانب ايجابيه في ان الولد ده مش عارف يعني ايه، عمالين بيتكلموا بعيدا عن العاطفه والمجاملات والتحيز. ليه؟ لان هم لابسين القبعه البيضاء، يعني مش بيتكلموا في حاجه تانية غير ان هم بيستبعدوا العواطف بتاعتهم ويعتمدوا على ارقام واحصاءات، يعني حاجات كده ايه يبقى لها منطق. اما اذا ارتدوا القبعه الحمراء هنا تدخل العواطف، يعني ما يتكلموش بقى عن ايه، يعني حسب اللون تتكلم، فكل واحد يعبر عن ارائه ومشاعره وعواطفه تجاه الموضوع، بس مش هيكون بقى الموضوع في كل مره ابن مدير الشركه متقدم من الوظيفه، قد يكون عندي مشكلات خاصه بالمخزون او بالالات او بالمواد أو بالتدريب أو بالحوافز. وإذا ارتدى المشاركون قبعة لونها أسود يتكلموا عن الجوانب السلبية بس، أما إذا ارتدوا قبعة صفراء فإنهم يتحدثوا عن الجوانب الإيجابية بس، يعني السوداء والصفراء عكس بعض، ساعة ما يكونوا لابسين القبعة السوداء ما يتكلموش عن الجوانب الإيجابية، يعني مؤسسة عاوزة تعمل فرع، مؤسسة موجودة في الرياض تبغى تعمل فرع في القصيم، عاوزين نناقشوا الفكر نعمل ولا لا، يبقى في الاجتماع يلبسوا قبعة سودة، يبقى أثناء ما هم لابسين القبعة السودة ما في واحد يؤيد الفكرة، كل واحد يتكلم عن النواحي السلبية بس، وإذا مش عندك حاجة اسكت. في اجتماع آخر يقوموا لابسين القبعة الصفراء يوم يتكلموا في النواحي الإيجابية بس. أما إذا ارتدوا القبعة الخضراء فلا يتحدث منهم أحد إلا إذا كان الفكرة فيها إبداع وابتكار وحاجة كده غريبة مش فيها تفكير عادي. واللون الأخير وهو اللون الأزرق، يلبس القبعة الزرقاء يضع خطة عمل ويفكر في حل مناسب، يصفي الاقتراحات اللي فاتت. أنا بطرح الفكرة دي للإخوة والأخوات في التعليم عن بعد في البيت عندكم، الواحد مع زوجته أو الزوجة مع زوجها في يوم كده من الأيام، بدل ما كل يوم أو في كل يوم مثلا ممكن يحصل اختلاف في وجهات النظر وتتخانقوا وده صوته يعلى وده صوتها يعلى، اتفقوا، اتفقوا على ايه؟ يوم تلبسوا القبعة البيضاء، يوم تلبسوا القبعة السوداء، يوم تلبسوا القبعة الخضراء، يبقى يوم ما فيش فيه نكد خالص لانكم لابسين قبعة خضراء، ما فيش نكد في اليوم ده، لا الزوج ينكد على زوجته ولا الزوجة تنكد على زوجها ولا تنكدوا على اولادكم، لابسين قبعة خضراء، قبعة الابداع ومش عارف ايه. يوم تلبسوا القبعة الصفراء يبقى عمالين بتتكلموا فقط عن نواحي ايجابية،
ما نجيبش بقى سيره الناس ولا نقطع في كده. طب جربوها كده عندكم في البيت، اقروها في الماده العلميه واسمعوها كمان في اللقاء الحي زائد هذا اللقاء المصور، وحاولوا تطبقوا الحكايه دي عندكم. ما هو ده فكرني بواحد كان زوجته نكديه، زوجته نكديه، فبعدين بقى يعني ايه؟ قال لها احنا كل يوم كده نكد نكد، ما تخلي النكد يوم واليوم التاني يبقى ما فيش نكد. فقالت له خلاص ماشي احنا متفقين، يبقى يوم تعمل نكد تنكد عليه، وبعدين اليوم التاني المفروض بقى ما فيش نكد، تقوم تقعد طول النهار تقول له ايه؟ بكره النكد، بكره بكره النكد، بكره. مفيش فايدة. في طريقة تانية اسمها طريقة الخدم. طريقة الخدم يعني ايه؟ تحلل المشكلة بخمس أسئلة، بست أسئلة. عارفين أدوات الاستفهام؟ ماذا ولماذا ومتى وأين وكيف ومن. على فكرة أي مشكلة لو أنت طرحت الأسئلة دي تحل المشكلة دي. طيب بقى في طرق للابداع وتوليد الافكار. في طرق للابداع وتوليد الافكار. من هذه الطرق تفكر بالمقلوب. يعني ايه تفكر بالمقلوب؟ الطلاب بيروحوا الجامعه، طب الجامعه تروح للطلاب، يبقى التعليم عن بعد. حاجه تانية، التفكير بالدمج. سياره وقارب، سياره وقارب، يطلع الغواص، دمج. تفكير بالحذف، في سلعه تحذف منها جزء، الكفاءة مش هتتأثر بل يمكن تزيد وتوفر التكاليف. فكر في تفكير بالأحلام، لو سعادتك أصبحت وزيرا للتعليم، فكر تخيل كده انك تبقى وزير للتعليم هتعمل ايه. في كمان تفكير بالتنقل، تاخد فكرة غير عادية وتحاول تحولها لفكرة عادية. في تفكير كمان بالاستخدامات الأخرى، فكر كده في استخدامات أخرى. لإيه؟ استخدامات أخرى مثلا للقلم اللي بتكتب بيه، لحبل الغسيل اللي أنت بتنشر عليه الملابس. المهم إنك تفكر باستمرار ولا يتوقف عندك التفكير. بكده إحنا نكون انتهينا من الإبداع والابتكار، وهنروح بإذن الله بقى في اللقاء القادم هنتحدث فيه عن موضوع مهم جدا، موضوع فرق العمل. إلى أن نلتقي، أستودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.